عارف يا رحيم، عارف انا بصلي من عندي كام سنه؟ كام؟ فاكر عمك مسعد؟ اوه الا فاكر. كنا كل ما نعمل مصيبه انا وهو يقول لي بقول لك ايه؟ انا عاوز اصلي بس مكسوف من ربنا. وبعدين في يوم قال لي بقول لك ايه يا بدر؟ ما تصلي معايا تشجعني. قلت له ماشي يا مصعب، من بكره ان شاء الله نصلي. يجي بكره ونعمل مصيبه تانيه والدنيا تنهينا. يوم ورا يوم فضلت تكيل على طول لحد ما ابتديت اصلي اول مره كان عليهم وهو ما ركعهاش قوي. الله يرحمه. ايوه الله يرحمه. وديني اصلي يا ابني وادعي ربنا يغفر لي ويقبل معايا. هيبقى لك ان شاء الله. يا رب. لازم تحس بالتعبير. أيوه. وشك يحس بالتعبير. أيوه. يعني مثلا أيوه. ازاي تخاف؟ ازاي تتخض؟ ازاي تتفاجئ؟ ازاي تندهش؟